أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لفي زبر الأولين. لفي زبر الأولين. في الأسبوع قبل الماضي، حقيقة الأسبوع الماضي ما كان عندنا جلسة، في الأسبوع قبل الماضي أخذنا الآية 192 إلى الآية 195 من السورة، وكانت تلك الآيات تتحدث عن القرآن الكريم وأنه من عند الله عز وجل. ثم تأتي هذه الآية 196 لتقول وإنه، يعني القرآن، لفي زبر الأولين. الآن إذا ترجع للمعاجم اللغوية وإلى شرح المفردات للقرآن الكريم، ستجد أنهم يفسرون كلمة الزبر بأنه جمع لكلمة زبور، والزبور هو الكتاب. يقول زبر الكتاب كتبه، زبر الكتاب كتبه، والزبر جمع زبور وهو الكتاب. لكن لماذا لم تقل الآية وإنه لفي كتب الأولين؟ إيش معنى استخدمت كلمة زبر، ما استخدمت كلمة كتاب؟ وكما ذكرت أكثر من مرة، استعمال هذه الكلمات جاء لخصوصية معينة، كلمات قد تتشابه في المعنى بشكل إجمالي ولكن لكل واحدة منها خصوصية. كلمة زبور وزبر لها خصوصيتها. إذا ترجع للمعاجم اللغوية ستجد بأن الزبر القوي الشديد، أو قطع الحديد الضخمة، وقطع الحديد الضخمة تكون قوية شديدة. آتوني زبر الحديد، يقول ذو القرنين، آتوني قطع كبيرة قوية شديدة من الحديد. فإذا تضمن معنى القوة والشدة. والزبر الرأي والعقل، هاي اثنين، إذا قوة وشدة، رأي وعقل ثلاثة. الزبر الزجر والنهي، تزجر وتنهى، بالتالي كلمة زبر تستعمل. فإذا كم معنى صار عندنا؟ بالإضافة إلى الكتابة، ما يدل على الكتابة، القوة والشدة، وصار عندنا معنى ماذا؟
الرأي والعقل، وصار عندنا أيضا معنى الزجر والنهي. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول تلك الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين أنزلها الله عز وجل هي تتصف بهذه الأمور، بأنها ماذا؟ بأنها قوية من حيث المضمون، محكمة، مثل ما الله عبر عن القرآن محكم، هي كتب محكمة قوية، ليس فيها ضعف، ليس فيها ركاكة، لأنها من عند الله. ثانيا هذه الكتب فيها العقل والحكمة. ثالثا هذه الكتب فيها ماذا؟ هذه الكتب فيها الزجر والنهي والإنذار والوعيد من العذاب فيما لو عصى الإنسان ربه. وهذه الكتب أيضا، نعم، هذه هي المعاني. فبالتالي لما الله سبحانه وتعالى يقول وإنه لفي زبر الأولين، قضية مو بالسهولة أن الواحد يشيل كلمة ويحط مكانها كلمة ويقول وإنه لفي كتب الأولين. لا، كلمة زبر هي تحمل معاني خاصة يراد أن تعكسها. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول القرآن الكريم في زبر الأولين، واللام للتأكيد، وإنه للتأكيد، لفي لام للتأكيد، الله يؤكد أن القرآن موجود في الكتب الماضية. شلون يعني الكتاب القرآن موجود في الكتب الماضية؟ قسم من المفسرين قالوا يعني مفاهيم القرآن، مجمل روح الأحكام الشرعية وبعض تفاصيلها، التعاليم، قصص وأخبار الأنبياء كما هي في القرآن هي أيضا وين موجودة؟ يعني روح الكتب السماوية واحدة، مضامينها متشابهة متقاربة، فالقرآن ليس بغريب المضمون عما جاء في الزبر في زبر الأولين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وإنه لفي زبر الأولين، يعني هناك ذكر للقرآن بمعنى أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وبكتابه أيضا. يعني في الكتب السابقة ذكر بأن الله سيبعث هذا النبي وسيبعث معه ماذا؟ كتاب، هذا الكتاب يكون كتاب هداية إلى آخره، أن هذا مذكور في تلك الكتب، وليس المراد هو ماذا؟ أن مضمون القرآن، روح القرآن، مفاهيم القرآن أيضا موجودة في تلك الكتب. ومما استشهد في بذلك في هذا المجال هذا النص من سفر التثنية. سفر التثنية أحد أسفار التوراة. سفر التثنية في الإصحاح 18 الآية 18 يقول ما ترجمته بالعربية، النص الأصلي مو عربي لكن لما ترجم وقدم إلينا بالعربية قدم إلينا هكذا، أقيموا لهم نبيا، الله يخاطب النبي موسى عليه السلام، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم، مو من وسطهم، مو من وسط بني إسرائيل، من وسط إخوتهم، من أخوان بني إسرائيل، خلينا نشوف، مثلك، مثلك يا موسى، رسول عند شريعة، رسول يحارب من أجل أن ينتصر على الأعداء، رسول يستعمل القوة والحكمة والحجة، مثلك عند معاناة، عند تجربة ميدانية. مو كل الرسل هكذا، عيسى عليه السلام تجربته مختلفة تماما عن تجربة موسى عليه السلام، لكن الله سيبعث رسول مثلك يا موسى، تجربته شبيهة بتجربتك، فيها قوة، فيها معاناة بطريقة معينة، فيها شريعة. عيسى ما كانت عنده شريعة عليه السلام، موسى عنده شريعة والنبي صلى الله عليه وآله. وأجعل كلامي في فمه، مو كتاب مزبور، مو كتاب مكتوب، وإنما ماذا؟ ينزل شفهيا، يبلغ شفهيا. وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، يعني يكون أمينا على الرسالة، بحيث يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. لازم كل شيء، مو بكيفك، ما تصير انتقائية القضية.
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذا في سفر التثنية. اللطيف لما ترجع للنص العبري لهذه الآية، بدايتها نصف الآية تقريبا من حيث اللفظ كأنه تقرأ عربي. شوف شلون يقوله: نبي 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 أقيم، هي أقيم أيضا بالعربية، نبي أقيم لهم، أيضا إحنا لهم نفس الشيء. مقرب إحنا نقول شنو؟ وسط، ترجموها وسط. مقرب أيضا كلمة عربية. أخيهم نفس كلمة أخيهم مالتنا إحنا. فهني هذه الجملة في البداية شبيهة جدا بالعبرية مع اللفظ العربي. المهم، طيب منو هذا أخوهم؟ منو إخوة بني إسرائيل؟ أخو بني إسرائيل يعني فرع آخر قريب من بني إسرائيل، كانوا يعتبرون إخوة. منو هذا إلى الفرع اللي النبي راح يكون شنو؟ منهم اللي البني إسرائيل اليهود كانوا يروحون حق قريش يقولون لهم شنو؟ أكو واحد راح يظهر منكم من العرب يطلع نبي. كانوا يستفتحون على قريش ويستفتحون على الأوس والخزرج، يقولوا لهم أكو نبي منكم من هالنسل هذا. طبعا أوس وخزرج هم مو من نسل إسماعيل بس عرب، لكن يعني قريش هم اللي من نسل إسماعيل عليه السلام. فبالتالي لو نرجع لنفس التوراة في سفر التكوين اللي هو أول أجزاء التوراة في السفر رقم 16، يتكلم عن قصة إبراهيم وسارة وهاجر وإسماعيل. شو يقول؟ فوجدها ملاك الرب، الله أرسل ملاك. هاجر انحاشت من البيت، ضغطت عليها سارة، ضغطت عليها حسب النص اللي موجود، فهي انحاشت، هذا قبل ما تولد بإسماعيل. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، لقاها في الصحراء واكو ماي هناك. هذا وين؟ في فلسطين، على العين التي في طريق شور، منطقة كانت باتجاه مصر من فلسطين إلى مصر. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. إلى أن يقول: وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى، يبشرها أن أنت الحين شنو؟ حامل. فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، تسمينا كذي وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب إيل يعني الله، اسمع يعني اسمع، لأن الرب قد سمع لمذلتك، يعني أنت تذللتي حق الله، دعيتي يا رب شوف ظلامتي، نحشوني من البيت، ضغطوا علي لدرجة هجرت المدينة وطلعت للصحراء وقاعدة بروحي ورايحة باتجاه ديرة أهلها مصر، فتبكي حق الله سبحانه وتعالى. فالملاك يبشرها شنو؟ إن أنت حامل وراح تسمينا شنو؟ إسماعيل، يعني اللي الله سمع دعائك فاستجاب لك. هذا ملخص اسم إسماعيل. وإنه الحين تعال شوف الترجمة العربية، وبعش الحين راح أبين لكم شلون يصير التحريف في الكتب السماوية، إن لما تقدم للناس بالترجمة أو بالشرح يصير شوية كذي تلاعب بسيط، يعطي معنى الجميل يصير قبيح، أو معنى معين يخلي المعنى غامض. يكون هذا الولد إسماعيل، النص العربي كذي، إنساناً وحشياً، إنساناً وحشياً، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. هذا مو مفهوم يعني شنو يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، الحين راح نشرح، بس وحشي وكذي صفته. وأمام جميع إخوته يسكن، إذن منو إخوانه؟ فرع الآخر اللي مو من صوب هاجر، راح يصير أكو ذرية وما راح يسكن معاهم، راح يصير أمام إخوته. فهناك لما قال حق النبي موسى بأن ومن إخوتهم
راح يكون أكو نبي فهو منه من نسل من؟ إسماعيل. هم إخوة بني إسرائيل، واضح شلون؟ لأن بني إسرائيل هم من فرع إسحاق، والنبي محمد صلى الله عليه وآله من فرع إسماعيل أخو إسحاق. هذه كلمة وحشي اللي تقدم بالعربية بهالشكل عن إسماعيل، وهذه مقصودة تنحط بهالشكل، نوع من العداوة كانت هي يعني بين الطرفين والتنافس وكذا. واللي لما بعث النبي بعدين صار عندهم قسم كبير من اليهود اللي عاصروا النبي كان عندهم هالروحية. يعني كلمة وحشي لو ترجع لها أنت بالنص الأصلي راح تلقى بأن ترجمتها بري، يعني يعيش في البرية، يعيش في الصحراء. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هاجر وين راح تضع مع إسماعيل؟ في واد لا يريد زرع. هذا معنى مو وحشي يعني متوحش. وهذه يده على كل واحد ويد كل واحد عليه مو مفهومة. طبعا هذه الوحشي في بعض النسخ الإنجليزية في الترجمة يقولون wild mountain donkey أو آس، يعني حمار جلكم الله، من الحقد. شوف حقد في الترجمة. كلمة هذه كلمة بالعبرية هي فرع بالعبرية اللي موجودة، فرع. فرع يعني شنو؟ يعني بري، يعيش في البرية، صحراوي. راحوا سووها دونكي، وايلد دونكي بعضهم كتبوا، بعضهم كتبوا وايلد ماونتن دونكي يعيش في الجبال، واحد بعضهم كتبوا آس، يعني اللي يقدرون من الاحتقار حطوه في هذه الترجمات. هذا اللي الله سبحانه وتعالى يقول شنو؟ إن لما يقدمون الكتاب شي يسوون فيه؟ يحرفوا، يلعبون في الكتابة، يلعبون في الترجمة، يلعبون في تقديم المعاني بهذا الشكل. العبارة العبرية هكذا، ظهوة، ظهوة يعني وهو، وهو يحيى، يحيى نفس مالتنا يحيى، يعيش يحيى. فرع، فرع عندنا احنا كلمة مشابهة لها في اللغة العربية، كلمة فرع بمعنى فوق، عفوا فرع الأرض يعني تجول في الأرض. فهو شنو؟ يعيش في البرية. عادة اللي يعيشون في البرية شو يصير عندهم؟ حالة انتقال يصير، يعني هو راح يكون له وضع قبلي بدوي شيء من هذا القبيل. طيب هل في نبي صار بهذه الصفة غير نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ ما في بهذا الشكل، ما في. فبالتالي قالوا بأن الآية لما تقول وإنه لفي زبر الأولين، هذه بفيه لما ينزل الوحي ويلقى على النبي والنبي يبلغه شفاها، الله تكلم عن القرآن هنا، وإنه لفي زبر الأولين. فتلقون في التوراة أكو ذكر للقرآن وللنبي صلى الله عليه وآله. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ذيلا قريش ما يفتحون عقلهم شوي ويفكرون ويشوفون أن ذيلا علماء بني إسرائيل كانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يون ويقولون حق قريش ترى أكو نبي منكم وفيكم رحي صفة كذا إلى آخره. من وين كانوا يعرفون؟ ولما ننطبق على النبي صلى الله عليه وآله، قسم من علماء بني إسرائيل آمن بالرسالة، قسم من علماء اليهود والنصارى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله لانطباق الصفات عليه. هذا مو دليل يا قريش على أن هذا فعلا صادق وأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى؟ أولم يكن لهم آية ودلالة وعلامة أن يعلمه علماء، هم مو ناس اللي أهما ما يفتهمون، لا، العلماء اللي دارسين اللي قارين النصوص، لأن قبل عامة الناس ما يقرون النصوص، ما يدرون شنو أكو في الكتاب، وأكثر كتبهم كان مخفية عنهم، كم نص كانوا يعلمونهم بس. وهذا إلى القرون الوسطى كانت هذه الوضعية، فقط اللي كانوا يدرسون في المدارس الدينية
هم اللي كانوا يعرفون شنو موجود في الكتب. فالله يقول لهم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولذا النجاشي ملك الحبشة شنو قال لمن سمع جزء من القرآن؟ إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، من مصدر واحد. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، هذا الأسبوع اللي فات احنا تكلمنا عن هذه النقطة، لكن الآية ترجع وتقول إن للقرآن نزل على بعض الأعجمين. هذا يتصور بتصورين، إن ينزل أعجمي على بعض الأعجمين، يعني نبي مو عربي والكتاب مو عربي، ويبعث إلى قريش ويكلم قريش يدعوهم إلى الدين. هل راح يفيدهم هذا؟ هل راح يؤمنون؟ هم كانوا يقولون احنا ما عهدنا في الكتب السماوية كتاب عربي، شلون القرآن عربي؟ إذن هذا مو من عند الله. يقولون زين نفرض العكس، بعث لكم نبي أعجمي ومعاه كتاب أعجمي مو عربي، كنتوا يعني راح تؤمنون؟ كنتوا تقولون ما نفهم ايش قاعد يقول، ما ندري ايش قاعد تقول، ما نعرفك، قم ارجع لديرتك، صح ولا لا؟ او ان ينزل عليه القرآن العربي وهو أعجمي، شلون يقرأ؟ قول هو الله أحد، يقول لهم كذي يضحكون عليه، بيسمعون كلامه يعني، صح؟ ما راح يفيد، ايضا ما راح تقتنعون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فإذا شكروا الله، احمدوا ربكم إن نبيكم منكم وفيكم لسان عربي مبين، والقرآن أيضا ماذا؟ حتى يتحقق الهداية. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، حتى نفهم هذه الآية، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. تصور أنت عندك قطعة أرض سبخة غير قابلة للزراعة، وعندك بذرة لو تحطها في الأرض الزراعية تعطيك أفضل شجرة وأفضل ثمرة، لكن أنت جبتها هذه البذرة وحطيتها وين؟ في الأرض السبخة، هل تعطيك شيئا؟ لا تعطيك شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول ليش ما تعطي هذه البذرة؟ ليش ما تعطي نتيجة هنا؟ هذه قوانين الله أوضعها، إن إذا الأرض سبخة والبذرة مهما كانت قابلة لأن تنمو ما راح تعطي نتيجة، هذه قوانين من عند الله سبحانه وتعالى. هل الأرض تغلبت على إرادة الله؟ لا، الله خالقها والله حط القانون والقانون هو بهذا الشكل، وهذه النتيجة كلها من عند الله. فالله يقول هذيل لما ما قاعد يأثر فيهم تعليم القرآن الكريم، مو بمعنى أنهم خارجين عن الإرادة الإلهية، مو بمعنى أنهم خارجين عن قدرة الله عز وجل، الله حط قوانين. إذا الإنسان مجرم بهذا المستوى ومعاند ومكابر ما راح يهتدي. فهم لم يغلبوا الله عز وجل ولم يخرجوا عن قدرته، وإنما هذه هي القوانين الإلهية. وكذلك سلكناه القرآن في قلوب المجرمين، يقعد يعطي نتيجة؟ يعطي ثمرة؟ ينبت منه شيء؟ لا، هذا قانون إلهي، لا يؤمنون به. وشنو تبعية هذا القانون؟ لا يؤمنون به، يعني راح يصرون ويستمرون في عنادهم، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لما نيلهم الموت ومع الموت العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة. حين ذاك لمن يأتيهم العذاب الأليم ويشوفون الحقيقة، حين ذاك يدركون أن القرآن صح وأن هذا النبي صح. زين شلون يجيلهم الموت؟ يعطيهم مجال يتراجعون؟ يعطيهم مجال أن يغيرون رأيهم؟ لا، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا في تلك اللحظة ستوب، هل نحن منظرون؟ وقف وقف، في مجال نرجع شوي نصلح الخطأ. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون؟ مثل ما قالت الآيات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما في مجال، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ في مجال سنين طويلة أحقاب إلى يوم يبعثون.
ثم تقول الآية أفبعذابنا يستعجلون. هني الله سبحانه وتعالى يستعرض حالتهم ذيلة قريش، كانوا يقولون يلا خلي ينزل العذاب، مو تقول يا محمد اكو عذاب بينزل، يلا خلي نشوف. الله يقول انتم من صدقكم؟ انتم تدرون معنى العذاب شنو؟ تدرون هذا العذاب لو نزل عليكم شو يسوي فيكم؟ شنو مصيركم؟ هذا راح يكون معناه الحكم النهائي عليكم، ان في الاخره اللي هي الحياه المديده تكون حياه عذاب. افبعذابنا يستعجلون، كانوا يقولون فاتنا بما تعدنا فاسقط علينا كسفا من السماء. انزين، فلنفرض اننا بنرجعهم للدنيا، افرايت ان متعناهم سنين، اعطيناهم مجال، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه السنين ما راح تفيدهم، ما راح تفيدهم. اذا يبي يموتون شافوا الحقيقه ورجعوا للحياه راح يرجعون الى طغيانهم. وإذا مو هذا المعنى، وإنما أن الله يعطيهم بدال العشر سنين 20 سنة، يمكن في العشرة الثانية يهتدون. الله يقول لا، هذا لنوعيتهم ماذا؟ مستمرين في العناد، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب ليش الله يعذبهم؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. طيب ليش الله بعث النبي؟ ليش الله بعث القرآن؟ كان يخلينا على عماننا؟ لا، لأن لابد يكون في حساب، وإذا الله يجيب الحساب من دون منذر ومن دون كتاب هذا ما راح يكون من العدالة، وراح يحتجون على الله. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين، ترجع الآيات تعطي تكملة حق حديثها عن القرآن، لما قال وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لفي زبر الأولين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كانوا يدعون الرسول كاهن، وكان باعتقادهم الكهنة عندهم ارتباط مع شياطين الجن، شياطين الجن يلقون عليهم بالمعلومات وبالكذا، فبالتالي كان يقولون كاهن. فإذا هذا الكلام اللي يجيبه اللي هو القرآن من عند شياطين الجن، الله يرد عليهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. شياطين شريرين، شياطين مؤذين، الشياطين ما يبون خير، اسمهم شياطين أصلا، شغلهم شيطنة، والقرآن كتاب شنو؟ هداية ورحمة وحق وإصلاح، شلون يلتقي هذا مع هذا؟ شلون يكونون أهم مصدره؟ وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا الكتاب من عند الله، في أكو حفظة ينزلونه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. في آية ثانية ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. يحاولون يتسمعون يشوفون شنو أكو وحي، شنو في تعليمات جاية للملائكة، وهذا الملائكة جايين نازلين على الأرض، يحاولون الشياطين يتدخلون. فأتبعه شهاب مبين، الله سبحانه وتعالى يمنع هذيل الشياطين من أن يتسمعون، من أن يتدخلون، فبالتالي هذا الوحي الإلهي محفوظ من أي تلاعب من قبل الشياطين. فتهمتكم هذه تهمة باطلة من أساسها ومن حيث مضمون القرآن الكريم عندما تقارنون بما عند الكهان. والحمد لله. الله.